هسه بعد ما انحنت البصل احبائي راح نبدي نخلي ربوع البقر طبعا هاي خلطه طبعا البهارات اللي عملناها للضلوع تتكون من الملح والفلفل الاسود والبابريكا وجوزة الطيب وزهرة اوراق زهرة اثيل الجبل وفلفل حار وفلفل اسود. مثل ما تشوفون هسه قلبناه على الوجه الثاني نخليه على كيفه. هاي راح نسوي وياها ان شاء الله الصحن اللي هي البطاطا المهروسة والتفولة وتصير وصفة خرافية. رجعنا لكم حبايبي بالمرحلة الأخيرة، هاي هسه احنا آخر تقليبة نتأكد من استواء اللحم